أتوالي يا أحبابي الصحة والعافية، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم الصحة والعافية. وصلنا برلين الحمد لله، بنياكم تكونوا كتار يوم الحفلة، حياتي لكم. إن شاء الله بنعمل حفلة حلوة ببرلين، وما بتكون هاي الحفلة حلوة إلا بتواجدكم. إن شاء الله بدنا نشوفكم كتار بإذن الله. السلام عليكم حبيباتي، أهلا وسهلا فيكم بقناتي وصفات ونكهات مع منال. معنا المشترك الفلسطيني طارق الترك، راقص على ناطحات السحاب. يحييكم من برلين، من وراء أو من خلف كواليس حفلة محمد عساف التقينا به في قناتي، وبحييكم. أهلا وسهلا أخ طارق، ممكن تحكي لنا عن تجربتك مع أرب جوت تالنت؟ أكيد تجربة رائعة، تجربة حلوة. كان عندي رسالة لأول مرة فنية عالمية، حبيت أوصلها للوطن العربي من خلال الإمبسي، من خلال أرب جوت تالنت، والحمد لله قدرت هيك اطلع بنتيجه حلوه، يعني نال اعجاب الجمهور والحمد لله. يعني بالفعل هو نال اعجابنا، وانا كنت قالبا قلبا وقالبا معك، وانا حطيتك عندي على القناه بدون ما التقي فيك، حكيت للبنات عنك، وان شاء الله يحالفك الحظ في مرات جايه وتمثل فلسطين بالبلد وبرا البلد ان شاء الله. مثل مشرف لفلسطين ولكل الدول العربيه، من قلب الدمار نصنع الأفراح إن شاء الله، والفن رمز لرسالة الفلسطينيين. تمام إن شاء الله، بالتوفيق لكم والعساب لكل فنانين إن شاء الله. أهلا وسهلا. مع حاشم لازم حبيباتي، من خلف كواليس حفلة محمد عساف معايا يوتيوبر تاني، محمود العساوي، وهو يوتيوبر بتنقل حول العالم، من السويد، فلسطيني من السويد، من النرويج. تحياتي لك وكل التوفيق. أهلا وسهلا، شكرا لك. مسيرة اليوتيوبية أنت كمان إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. إحنا معاك ومتابعين لك، 2 مليون مشترك عقبال عندي ونص وأكثر إن شاء الله، وإن شاء الله توصل 10 مليون. إحنا وأنت وشرف لنا ومثل جيد ومشرف للقضية الفلسطينية. معانا الشاب اليافع الناشط نظمي ابو شدق. الله يوفقك ابو شدق، هو كمان يوتيوبر واحنا فخورين فيه، فلسطيني غزاوي في برلين، اجى على برلين وبيمثل الشباب الفلسطيني. الله يسعدك. وعيسى المصري ابو يورو معنا عيسى المصري ابو يورو، كمان شاب فلسطيني ناشط يوتيوبر وفيسبوكي وعلى السوشيال ميديا. ان شاء الله لكم كل التوفيق منه ومن كل شباب فلسطين. تحيه، شكرا شكرا، تسلموا شباب، شكرا، الله معكم، مع السلامه، موفقين.
اوكي لحظه شوي لو سمحت لو سمحت تسمعوا شوي تقدروا تصوروا جوا النصو اوكي واحد واحد حيفوت جوا على اللوبي خلوه جوا انا اخذت اذن على الرواء بهدوء اذا طلعنا صوت حيرمونا كلنا انتوا خلينا هون لانه حيطلعوا صوت لا لا واحد واحد احنا بندخل واحد وبنطلع من هون بندخل واحد واحد هم اوريدي سكروا البوابات تفضلي تفضلي لو سمحت استاذ محمد حيطلعونا كمان مره محمد عساف احنا من يوتيوب. انت البركه وانا دائما من متابعينك ومن 2013 هانا وراك و2014 اهلا وسهلا فيك مشرفنا دائما انت كبير وبتضل كبير وجمهورك كبير اهلا وسهلا ما زبطت فوز ولا مشكله يلا يلا نكس يلا مين ضل معهم يلا خايتين خلي الشباب يتخلي المصمم محمد صور مع الشباب تفضل يلا شو ولا هون خلص قررتوا زيان وفاء وفاء تعال مين ضل شباب يلا بس بسرعه على الدور على الدور اللي بتصور يعطي مجال لغيره عساف ضريبة الشهرة بدك تتحملها حبيبي شو استاذ محمد لو سمحت يلا لحظة دخل دخل الشباب محمد
يلا حط اعمل لك هنا خليها بس تصور معه عشان تمشي جوا يلا خلص احمد يلا مع فهد يلا صور يلا واحد واحد حملت عشان خلص هلا انت بعد مين ضل ما تصورش لو سمحت عشان الصوره تعال تعال الله يخليك تعال تعال لو سمحت خليك حصل يلا صور مع سميت مع التليفون الله يسعدك يا رب خلص تفضل من غزه بيرفع لك الله يسعدك انت بتصور خلاص يلا في حد ما تصورش يلا خلص يلا خش بس يا عم